لماذا يعاني العراق من نقص شديد في الطاقة الكهربائية بالرغم من انفاق عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع؟ وأين أصبحت الوعود الحكومية المكررة منذ العام 2003 عن إنهاء معضلة نقص الكهرباء؟ وهل فعلا إن أحد أسباب عدم إنهاء ملف الكهرباء في العراق هو خضوعه للابتزاز والمساومات السياسية؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة من برنامج طاولة حوار.